كان برضو ناخد سؤال بقى لأم عبد الرحمن معانا، ناخد أم عبد الرحمن ولا مين. السلام عليكم يا أستاذة عليكم وسام. السلام ورحمة الله أهلا وبركاته. وسهلا يا أستاذة وسام، أهلا بحضرتك، أنا اتفضلي حضرتك حبيبي. من الشرقية. أهلا وسهلا وأهلا بأهل الشرقية كلهم، الله يخليكي. اتفضلي يا فندم. أنا حكايتي يعني إيه، ممكن تكون حكاية أي حد بيمر بيها يعني، بس أنا وقع عليا ضرر إن جوزي اتجوز عليا بعد ما كنت واقفة جنبه طبعا، وكفاح 15 سنة. اتعرضت فيها لظروف نفسية، إن أنا كنت بخلف أطفال وكانوا بيموتوا، بس معايا دلوقتي عبد الله ومحمد. دلوقتي انا عرفت ان هو تزوج عليا من 2008، بس لسه عارفة في شهر 10 اللي فات هي اللي بعتت لي رسائل. فبدأت تبعت لي رسائل، انا وافقت بالامر الواقع يعني، انا قلت له خلاص ماشي، وممكن اصبر، احاول ان انا اصبر واتحمل الوضع، وبس اهم حاجة تبقى حالتي النفسية في وضع هادي وهي مستقل، في حالها وانا في حالي. تمام، عدلك بدأت العين. تبعت لي رسائل بالاوضاع اللي هي معاه، بدأت تعمل لي مشاكل في الرسائل ده، بدأت اسمعه في التليفون ان هو بيحكي لها العلاقة الزوجية اللي بيني وبينه. وانتي ليه بتسمعي؟ لا انا حضرتك، انا مش كنت اقصد ان انا اسمع، انا ما انا عارفة ان هي اللي بتسمعك. لا حضرتك، هو كان السبب ما انا شكيت، او سبب ما انا عرفت ان هو كان بيكلمها، فانا بقول له انت بتكلم مين يعني، انا زوجة من حقي اعرف جوزي بيكلم مين. طبعا كلام عاطفي وكلام كده، فعرفت بعدين ان هو متجوز. فبدأت ان كل اسراري اللي بيني وبينه الخاصة، عرفت انها بتبعت لي بيها رسائل تقول لي ايه، حتى بالأمارة عمل كذا، حتى خلاص، بالأمارة قال لي كذا، حتى فهمت. حسيت بأذى نفسي. طبعا طيب أنا الحل إيه؟ أنا معايا ولدين، انت قلت له واجهتيه طلقني. بالكلام ده يا وسام، إيه؟ واجهتيه بالكلام ده. واجهته، أهلي واجهه، طبعا هو بينكر إن هو متجوز. ليه؟ لأنه مش قادر يصرف على البيت، لأن هو أنا معرفش، بيقول لي أصلا عليا ديون وبسدها. طبعا انا سألت اصحابه من وراه، عرفت ان هو مش عليه ديون ولا حاجة. تاني حاجة، انا عندي حادثة في عينيا، لقيتها من قيمة حوالي يومين، بعتالي رسالة بتعايرني، يعني بتعايرني بالشيء ده، وكمان بتهني في شرفي. وبعدين انا بقول له، بعت له رسالة بقول له كتر خيرك على اللي انت عملته معايا، راحت بعتالي رسالة تاني بتقول لي وانت فاكرة اني انا ما بعملش حاجة من وراه؟ طبعا وراحت هنيناني بشرفي، انا ما اقدرش اقول الكلام اللي قالته لي. جه من بره عمال يزعق لي ومد ايده، تقريبا كان هيمد ايده عليا، وخد مني الموبايل. قلت له هو ايه، في ايه؟ قال لي انت بعت لها رساله شتمها فيها. قلت له حد الله، انا حلفت بالله العلي العظيم اني انا ما بعت لها رساله، طول ما انا عرفت انها مراتك مش هبعت لها رساله ولا هقول لها اي حاجه. طيب يا انا اللي وسام، طلبته منك ان هي ما تبعتليش ولا رساله تمام، ده حقك. لحد ما انا، حتى ابني لما يخلص الدراسة وبعد كده كل واحد يروح لحاله. لا 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 لا، ما تروحيش في، لا 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 لا، ده موضوع واهي وهينتهي الى ما فيش. هناخد بس تليفون مدام وسام. سلام عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكي مدام وسام، انا اتفضلي حضرتك، انا كلمتك امبارح حضرتك والخط اتفضلي اتقطع. اتفضلي يا استاذة وسام. انا قلت ايوه، حضرتك صاحبة السؤال اللي الزوج تزوج عليكي، وان انا قدامي السؤال اهو، ما بنساش، ما تقلقيش. لا انا بصي وانه حضرتك، انا كنت عايز اسالك على حاجه، على فكره انت اتفضلي. بتقولي ان هي بتسجل العلاقه الخاصه وتسمعها لك، ده لا اللي مش كان قصدك؟ متسجل حضرتك، هي امال ايه؟ تبعت لي رسالة بالحاجة ايوه، دي، باللي حصل ما بي... باللي بال... حصل، بس بينك ايه، انت وبينه. بيني وبينه، وكمان بتبعت لي رسائل بينها وبينه. فانا قلت له لو سمحت انا مش عايزة اعرف حاجة عنها نهائي، هي ليها حياتها وانا ليا حياتي. تمام. اللي حصل بقى انها عامله لي لحد النهارده مشكله مع اصحابي، برضو بتبعت لهم رسائل بتسبهم بشرفهم، ويعني مش عايزه اقول لك وصلنا لمرحله مش ينفع فيها الكلام. وبعلم جوزي، مش هقول لك من ورا جوزي، هو مين اللي يعني هي ايه اللي دخلها لاصحابك يا مدام وسام؟ هقول لك حضرتك، هو واخد مني الموبايل بتاعي، واخد مني الخط بتاعي،
فهي واخده الارقام بتاعت صحابي من على الموبايل. ليه؟ لان صحابي نصحوه قالوا له بيتك ومراتك وعيالك ودي حياتها وانا حياتي، مش عايزين نكبر المشكله وكده يعني. وعلى فكره مامته حقانيه ويعني ست متدينه وبتاعت ربنا، واهله هو ابن عمي كمان، مش انسان غريب عني. فمش عارفه هو بينتقم يعني، مني هو ليه؟ هو كشخصيه كده يعني مسلوب الاراده طول عمره، يعني ما لا بص عندوش حضرتك، تفكير هو كان ولا هو طيب جدا، ما طيب عندوش جدا، مكر، ما بس عندوش مكر. فجأة كده أول يعني من ساعة ما عرفت إن هو اتجوز من 14 بالظبط 2011، ما انا عارفه كده، لقيته اتغير رأسا على عقل. ده لقيت طبيعي، ده طبيعي. أنا مش عارف، أنا قلت له وامرأة بالسوء اللي بتصفي فيه ده والله وتصفيه، أنا أتحاسب يعني على دوت في قبري، إني أنا ما بتبلى ولا بتكلم كلمة افتراء. طب ست وسام، انا عايزه اسالك على حاجه، اتفضلي يا انت حبيبي. ايه اللي جواكي؟ انت عايزه توصلي اللي لايه جوايا بالسؤال؟ انا وصلت لمرحله يعني، هي والدته دلوقتي تعبانه وبندعي لها بالشفاء ربنا بصراحه، يشفيها ويعافيها. فانا عايزه انفصل. بس اهلي، ما اهلي هم اهله، قالوا لي ايه بلاش نتكلم في الموضوع ده دلوقتي. كل اللي انا طالباه انها ملهاش دعوه بيا ولا بصحابي، يعني كل اللي انا طالباه منه هي في حالها وانا في حالي. انا مش عارفه اعمل معاه ايه بصراحه، انا مش عايزه ادعي عليه، انا كل اللي بدعي لا عليه لا بقول لا حسبي الله ونعم الوكيل. لا 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 لا، ما تدعيش ما تدعيش. بصي بصي يا ست وسام، خدي كلامي برضو وفكري فيه، يعني ما تاخديهوش وتقولي اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. الانسان احيانا، ومش احيانا، ده الغالب، انه لما بيكون في مشكله او في محنه طبيعي بيبقى عنده ارتباك، طبيعي بيبقى عنده شحنه سلبيه مسيطره عليه، طبيعي بيبقى مندفع، طبيعي انه بيبقى مش صائب التفكير، وبالذات مع يعني مواقف مش لطيفة حاصلة في الموضوع. يبدو لطيبته الشديدة اللي حضرتك بتقولي عنها وانتي أدرى الناس بيه، حينما قابلته الست ديت وحاولت بقى طبعا ان هي تزغلل عينه بكل الوسائل اللي معاها عشان تصرفه عنك، ان هي مأثرة عليه وهو عنده حتة التبعية شوية، ما عندوش، ما بيحكمش عقله في الموقف اللي فيه. طب انا اكون ايه بقى؟ أكون أو لا أكون في الموقف اللي زي ده يا ست وسام؟ موقف زي ده الإنسان بتقابله المحن في الحياة، ده شيء طبيعي، لقد خلقنا الإنسان في كبد. الإنسان مع الابتلاء في الحياة سنة من سنن الحياة، إنه الإنسان تقابله المحن، يصارعها وتصارعه، لكن بمعونة من الله سبحانه وتعالى الإنسان بيجيله ثبات. الثبات ده بيجي إزاي؟ ربنا بيقول إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، في آية تانية وأيدهم بروح منه. التثبيت ده بيجي إزاي؟ إنه الملائكة بتلقي بخطرات طيبة في قلب العبد تديله ثبات، كأنه مش بيمر بحاجة أو بيمر بيها بس مش بيشعر بفداحة الشيء قوي، بيبقى عنده لطف كده كأنه حاجة مبردة على قلبه بالمعنى يعني البسيط. فأنا عايزة الثبات ده من الله، لان انا في معركه اكون او لا اكون، وهتكوني باذن الله، لانه زي ما لسه قايله الحديث بتاع النبي عليه الصلاه والسلام، ليس منا من خبب امراه على زوجها، اي افسد علاقه اي زوج بزوجته. طيب يا ستي انت اتجوزتيه خلاص، ليه تسعي او ليه انت بتجري ورا انك تفسدي العلاقه؟ يبقى هي متضايقه من علاقته بيكي، يبقى هي تعلم مدى ارتباطه بيكي، ما ساعدهاش حتى لو جرته الى افعال مشينه، هغض الطرف عنها لعشرة طيبة كانت بيني وبينه، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، عشان ده أمر قرآني. هو أخطأ في حقك، أنت ما تخطئيش، ما تجريش الانفصال وطلاق عشان خاطر محمد وعبد الله اللي أنت قلتي امبارح أنك أنت عندك منه عبد الله ومحمد، عشان خاطر عيونهم أتحمل. والتحمل ده والله إذا كانت صحباتي دول اللي هي بتتصل بيهم عشان تؤثر عليهم، المخلصة فيهم اللي هتعرف، اللي عارفه قيمتك تبقى تستحق صحبتي ليها، وغير المخلصه ما فكرش فيه. يمكن ده موقف عشان يميز الله سبحانه وتعالى امامي الخبيث من الطيب، اعرف مين المخلص من غير المخلص. انما مش اهد الحياه وافسدها لاجل امراه خبيثه تسعى الى افساد العلاقه بيني وبين زوجي، ومطوعه زوجك الى هذا الموقف المشين. انا عايزاكي كده تهدي، وان شاء الله بعد الفاصل
يعني يبقى لينا بقية حوار وبقية رد على باقي الأمس. برضو بتقول إن هي بتسأل يعني حابة تصلي جماعة مع الزوج، فهو قال لا لا ما ينفعش إنك أنت تصلي جنبي، فهي بتسأل أصلي جنبه ولا عن يمينه ولا عن شماله، هتقفي وراه بالظبط يعني تتخلفي عنه كده تقفي وراه إن شاء الله في صلاة الجماعة، وبإذن الله صلاتك مقبولة معاه بإذن الله تبارك وتعالى. بالنسبة كان في سائلة منى بتسأل إيه يعني بالنسبة ل المعوذات، بالنسبة للأحاديث اللي أنا بقولها، الأقوال التي وردت حول مسألة الواحد التحصينات اليومية، ورد أحاديث صحيحة؟ نعم ورد كثير من الأحاديث الصحيحة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ما تعود الناس بأفضل منهما. منه كذلك الحديث الصحيح الذي أورده الإمام الألباني وصححه رضي الله تعالى عنه، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات حين تمسي وحين تصبح تكفيك من كل شيء. هذه هي بعض الأحاديث الصحيحة التي وردت في هذا المضمون، وهناك العديد من الأحاديث الصحيحة حول ذلك.